المنتدى الوطني للديمقراطية يرسم الخطوط العريضة لعمله خلال السنوات المقبلة، والحوار يغيب عن النقاشات المغلقة للمنتدى. على وقع آلام حوادث السير في موريتانيا، ظهور مبادرات شبابية للتحسيس بضرورة التحلي بإجراءات السلامة. اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا، والنظام يوافق على الاتفاق. مشاهدينا، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية أخبار الساحل التي تأتيكم من العاصمة نواكشوط. رسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الخطوط العريضة لسياساته خلال الأعوام المقبلة، وذلك في اجتماع عقده بمقر حزب تواصل. وقدم الرئيس الدوري للمنتدى سيد أحمد والبابامين خارطة عمل تتضمن العديد من النقاط، أبرزها النزول للشارع عبر المسيرات والمهرجانات، إضافة إلى الظهور المكثف في وسائل الإعلام. الاجتماع الجديد الذي عقدته الهيئات القيادية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مقر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل لم يحمل جديدا بخصوص الحوار المنتظر، بل إن النقاط التي تم نقاشها من شأنها حسب بعض المتابعين أن تعكر صفو العلاقة بين المنتدى والأغلبية، حيث تم نقاش سبل الضغط على الحكومة من خلال النزول إلى الشارع من جديد ودعم المنظمات الحقوقية الغير مرخصة كحركة إيرا وحركة لا تلمس جنسية والعديد من المنظمات الحقوقية الأخرى. هذه الأفكار جاءت ضمن رؤية قدمها الرئيس الدوري الجديد للمنتدى سيد أحمد البابامين، يبدأ تنفيذها من نوفمبر المقبل وحتى ديسمبر 2019. الخطة تقضي أيضا بأن يركز المنتدى على الظهور في وسائل الإعلام وعقد مؤتمرات صحفية من كل 15 يوما، إضافة إلى التركيز على التنديد بظاهرة غلاء الأسعار حسب المنتدى وانتشار البطالة في صفوف الشباب. ويسعى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من وراء هذه الاستراتيجية إلى قلب موازين المعادلة السياسية لصالحه خلال الفترة المقبلة، التي ستحمل وفق قراء الطالع السياسي الكثير من المعطيات التي تحتم على كل الفرقاء أن يفكروا مليا. أطلقت مبادرة أصدقاء الطريق أنشطتها قبالة محطة الدرك الوطني على بعد 25 كيلومترا من العاصمة نواكشوط، وقد وزع نشطاء المبادرة كميات من الأوراق التعبوية والتحسيسية على سائقي السيارات والشاحنات، مساهمة في الحد من حوادث السير بالبلاد. وتهدف مبادرة أصدقاء الطريق إلى العمل الجماعي المشترك في التخفيف من أسباب انتشار حوادث المرور في النقل الحضري بين المدن. المبادرة اللي يقوموا بها مجموعة الشباب اللي تشوفوا الآن على الطريق في الفترة اللي تكثر فيها التوجهات السكان إلى المناطق الداخلية، كنا حريصين جدا لأننا نحاول وأننا نوصلوا بعض التعليمات ولا بعض المعلومات اللي ننبهوا بها السائقين على الحفاظ على السير، نظرا لاش نظرا لكثرة الحوادث اللي تخلق بذي الفترة بالذات من تواجدهم هما ولا تمركزهم في المناطق الداخلية. منها مثلا على سبيل المثال الحرص على أنه دائما السائق يعود طارح باله فعلا القيادة الوتر، أنه ما يتكلم مثلا مع الركاب اللي معاه وما يتم لا كل راكب مثلا قال له كلمة يحاول أنه يرد عليه. النقطة الثانية أنه يحاول على الأضواء اللي تلوتها كاملة، يعودوا الوقت اللي يلا ينقداوا فيه في الليل يعودوا قادين كاملين، أنه ما يتم يطفي أضواءه في الأوقات اللي يعود فيه مثلا وقت عتمة شوي ولا ظلم على السائق اللي يعود جاي من مكان بعيد. في نفس الوقت هم اللي أنه ما يوقف في مكان يقدر يأثر على أي سائق جاي من خلفه. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة حوادث السير بشكل مخيف، حيث خلفت آلاف القتلى والجرحى، وتشير الإحصائيات إلى أن رعونة السائقين هي السبب الأبرز وراء حوادث السير، إضافة إلى رداءة الطرق الطويلة. حوادث السير في موريتانيا الهاجس المخيف الذي يؤرق المواطنين، حوادث تتجاوز حدود المنطق وتدور حولها أسباب لا تخلو من الإفراط والتفريط والإهمال، حتى إضافة إلى استخدام الهواتف والإفراط في السرعة. تطرقنا للسباب اللي في محاضر الدرك والشرطة اللي دائما تعدي سبب حوادث السير، وجبرنا على أنها تتقسم إلى كالتالي: غياب الحذر لدى السائقين،
بنسبة 12%، والإفراط بالسرعة اللي هي 59%، وتعامل خطأ اللي هو ذيك الإفوس مانوفر اللي ناتجة دائما عن تلفين، وذاك قلت الحذر بعض تعامل خطأ. نسب مئوية تتفاقم بشكل مخيف كانت سببا في حصد أرواح بشرية ووقوع إصابات خطيرة في معظم ضحايا حوادث السير في موريتانيا. ديك 6% وتجاوز الخطر في المنعرجات والبلدات اللي ما يالله يتجاوز فيهم، و ونين خرصنا هذه الأسباب كاملة لحقنا لأن العامل البشري في بلادنا هو يمثل 87% من أسباب الحوادث السير. آلاف الوفيات ومئات الجرحى خلال سنة 2016 بفعل التزايد المذهل لحوادث السير في موريتانيا، خصوصا في المدن ذات الكثافة الكبيرة والنقل الحضري بين المدن. وللمزيد حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا في الاستديو السيد المختار والحبيب منسق مبادرة أصدقاء الطريق، أهلا بك. شكرا جزيلا. بداية سيد حبيب، لماذا هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات؟ هذه المبادرة اخترنا لها التوقيت بالذات، هي كانت موجودة لكن عن في الزمن ذاك في الفترة الزمنية حالا كثرة تحرك الناس على الطرق على المحاور في الداخل، خاصة في أوقات الأعياد في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، عادت نسبة الحركة أكثر، هي ذروة تقريبا حالا، اخترنا نعدلوا أيامنا التحسيسية في ذي الفترة. سيد المختار، ما هي أبرز الأهداف التي تريدون تحقيقها في ظل تزايد ضحايا حوادث السير هذه الأزمنة؟ على كل حال أهدافنا من هذا التحسيس هو على أن نخفضوا إلى ما قدينا، نوقفوا نهائيا الذي قالوا حوادث السير، نوقفوها نهائيا في موريتانيا، نخفضوا منها أقصى تخفيض، وتجاوب الناس معانا إن شاء الله تجاوب جيد، لكن ما زال ينقص مثلا قدر من التحسيس وقدر من الحركة، احنا ان شاء الله وبقية المجموعات الثانية اللي قبلت مبادرات ذكيفتها ندور ان شاء الله وتماصين عملنا وجهودنا ان شاء الله ومعنا اللي نبخلوا بها الى ان نوصل ان شاء الله للهدف والله نوصل للقريب منه ان شاء الله. اذا ما الذي يميز مبادرتكم عن الاخرين؟ هل تعتمدون على الجانب التحسيسي فقط ام ماذا؟ لا، الجانب التحسيسي عندنا على كل حال ذلك في الفترة الزمنية ذلك الجانب التحسيسي أحسن، لكن عندنا أصلا كنا نشتغل جانب عملي، احنا كنا أصلا نقبوا قاع الطرق، نجوا لملتقيات الطرق وبلد زحمة المرور ونحلوا مشاكلها ونعدلوا سهلوا للناس المرور ونعدلوا لها اسم الروايات، وقطع حاولنا على الطرق مولي ذاك اللي فيها من شي خاسر نعدلوا منه شي، حتى على ان الحفره المان عالين نعود ما عندنا شيء اللي نعدوها به من السيمو والله من روايه ثانيه، على الاقل بعد نردموها ونديروا لها شيء من التراب اللي نكثفوها في المسائل كامله الخطيره في الطريق حتى في المدينه. احنا صديق تجبر في طريقك كتوف. سيد المختار، بما ان اكثر سيارات النقل في موريتانيا تابعه لمؤسسات خاصه كما تعرفون، كيف يمكن اجبار هؤلاء على تخفيف السرعه المتزايدة؟ وهل هناك اتصال بينكم وبين وزارة النقل مثلا حتى يتم هناك فرض عقوبات حول من يقوم ب يعني بمثل هذه الحوادث مثلا؟ على كل حال بيننا والوزارة احنا والوزارة وبين جهات الأمن، على كل حال ما فاتت علاقتنا ذيك موجودة قبال، لكن نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل نتعود عندنا علاقات مع الوزارة وتعود عندنا علاقات مع المسؤولين الإداريين في الولايات وفي المقاطعات، تعود عندنا تتمدد إن شاء الله نشطتنا وتكثر مثلا حيز جغرافي. اليوم عدنا هلا في ناقشوط، والله الفترة عدنا هلا في ناقشوط، غراج إن شاء الله نعدلوا تحسيسنا وأعمالنا كاملة في الولايات الداخلية إلي نتبد على موريتانيا كاملة إن شاء الله. لكن بما أن السائقين يعني يتبعون لمؤسسات خاصة، كل واحد يقول أنا حر لما أفعل مثلا، كيف يمكنكم إجبار هؤلاء على تخفيف السرعة؟ وهل يمكنكم كذلك وضع قوانين لفرض عقوبات على السائقين مثلا من خلال اتصالكم مع وزارة النقل؟ احنا على كل حال ما بدنا نفرض قوانين، القوانين موجودة، قوانين عند الدولة موجودة، عند الحكومة قوانينها موجودة، لكن تطبيق التنفيذ الطاعة للقوانين هذا ما هو ما نقدر نقول انه موجود كامل.
بالنسبة للمؤسسات الخاصة، مؤسسات النقل الخاصة، نحن يوميا نجوها ويوميا نعدل لها التحسيس سابق قاعد الفترة، وإن شاء الله هم ماصلين فيه، ماصلين دائما تحسيسنا للمؤسسات النقل، والكثير منها يتجاوب معنا. ملاك الشركات، ملاك المؤسسات، والله مسيرينهم، والله مديرينهم، هذا يتلقونا برحب، بصدر رحب. لكن النقص اللي ملاحظين احنا على انه في ثقافة السائقين في المجال. هذا التحسيس الذي تقومون به، هل بالنسبة لكم وجدتم آذان صاغية مثلا؟ طبعا كل الموريتانيين، آذانهم صاغية للتوجيه، لكن يتوجه الواحد ذلك حالا ويمشي عنك ويلعب به الشيطان ويغرر به الشيطان مرة أخرى، وراجع من الله إن شاء الله من المنبر أعلن ذاك اللي كان يخلق إن شاء الله يتوقف، وكل حد من عند راسه هو يبدأ في المرحلة، يبدأ التحسيس اللي نعده إحنا يعدله قاعه هو مباشرة، يعدله هو ذاته. المختار والحبيب منسق مبادرة أصدقاء الطريق، كنتم معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وافقت الحكومة السورية على اتفاق الهدنة الأمريكي الروسي المزمع البدء بتطبيقه اعتبارا من الاثنين في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية، وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصادر مطلعة. وينص الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة لمحاربة تنظيمي داعش والنصرة. وقالت المصادر إن أحد أهداف الاتفاق الروسي الأمريكي هو التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في سوريا. وأخيرا اتفق اللاعبان الدوليان الكبيران روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق مشترك من شأنه أن يغير المعطيات في الجمهورية العربية السورية. الطرفان اتفقا على إنشاء قاعدة مشتركة لضرب معاقل تنظيم داعش وجبهة النصرة، كما نص أيضا على الشروع في هدنة بمدينة حلب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقد وافقت الحكومة السورية على هذا الاتفاق الذي سيتم تطبيقه ابتداء من منتصف الليل في 12 من سبتمبر أيلول الجاري. وهكذا بعد 5 سنوات من الحروب والدمار في سوريا يظل الوضع على ما هو عليه. بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية الذي جد فقط أن سوريا لم تعد كما كانت قبل ما يسمى بالربيع العربي آمنة ومطمئنة، ففي السنين 5 الأخيرة قتل آلاف السوريين بدم بارد وشرد آخرون، وأضحت البلاد مسرحا للتدخلات الإقليمية والدولية ووكرا للإرهاب والإرهابيين. بيد أن الأزمة السورية لم تنعكس فقط على السوريين، بل انقسم حولها العرب بين مؤيد لبشار ومن يناصبه العداء، الأمر الذي انعكس سلبا على العمل العربي المشترك. فهل سيساهم الاتفاق الجديد في إنهاء الأزمة السورية، أم أن الدول الكبرى لا تريد للصراع أصلا أن ينتهي في سوريا نتيجة لمآربها الخاصة؟ يعتبر الهواء واحدا من أهم العناصر الضرورية لاستمرار الحياة على سطح الأرض واستمرار الكائنات الحية على قيد الحياة، فبدون الهواء الذي يحتوي على الأكسجين لا حياة على سطح هذا الكوكب الأزرق. ونتيجة لتصرفات الإنسان المدمرة للبيئة أصيب الهواء بالتلوث في العديد من المدن العالمية، ما أدى إلى مقتل ملايين الأشخاص حسب دراسة جديدة للبنك الدولي. كارثة تلوث الهواء المشكل الأبرز والمسبب الرئيس في تعثر التنمية الاقتصادية وتزايد تعداد الوفيات خاصة في صفوف الصغار والمسنين، إذ تكلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يزيد على 9 مليار دولار سنويا وفق تقرير صادر عن البنك الدولي. التقرير ذكر أن عدد المتوفين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب أمراض مرتبطة بتلوث الهواء بلغ نحو 125 ألف شخص في عام 2013، مما تسبب في معاناة البشرية والحد من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خسارة الاقتصاد العالمي نحو 225 مليار دولار.
هذا وقد اعتبر تقرير البنك الدولي أن تقييم تكاليف وفوائد اللوائح البيئية في سياق بلد معين اعتمادا على النظر إلى الوفيات في جميع الفئات العمرية من منظور خسارة الرفاه يشير إلى أن التكلفة الإجمالية للوفيات المبكرة التي تعزى إلى تلوث الهواء زادت على 5 تريليونات دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2013. كارثة تلوث الهواء كانت خلفت بحسب التقرير مقتل 2 مليون بين الصغار والمسنين خلال عام 2013، ضعف ما خلفته الملاريا 6 مرات والسيدا 4 مرات. وإلى جانب ذلك نجم عن الكارثة وفاة 5,500,000 شخص في عام 2015. دخول مواد غريبة إلى الهواء والتغيير الحاصل في نسب مكونات الهواء زيادة كان أو نقصانا ما يتسبب في نتائج ضارة، عوامل لا تزال القائمة الأبرز مسبب للتلوث الهوائي، الأمر الذي يعرض للتباطؤ في نمو اقتصادات دوليا وعالميا. بهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، نذكركم بالعناوين. المنتدى الوطني للديمقراطية يرسم الخطوط العريضة لعمله خلال السنوات المقبلة، والحوار يغيب عن النقاشات المغلقة للمنتدى. على وقع آلام حوادث السير في موريتانيا، ظهور مبادرات شبابية للتحسيس بضرورة التحلي بإجراءات السلامة. اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا والنظام يوافق على الاتفاق. نهاية النشرة قدمناها لكم على حضراتكم من الساحل تي في في نوكشوت، فصل أوفا تخاطب الفيديو ساحل بوينت تي في. أطيب المنى، السلام عليكم.